إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فنريد أن نختم الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وآخرهم وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. عباد الله، ولا تظنوا أن هذه الشهادة لا تظنوها هينة، فنبينا عليه الصلاة والسلام حينما قيل عن عثمان بن مضعون وقد استشهد في سبيل الله، لما قيل إنه طائر في الجنة فقال: وما يدريك، وإني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. الشهادة ليست سهلة، وأبو عبيدة من مآثره شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه شهيد، كما في حديث أنه اهتز بهم الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكانت شهادته رضي الله عنه بالطاعون. أبو عبيدة كان من الرجال، من ثرات الناس، ومن ذوي هيئاتهم، وكان من القادة المرموقين، من القيادات العظيمة، بل كان قائدا على القادة الذين فتحوا بلاد الشام، والتي ربما نكون أثرا من آثارها. فرضي الله عنه وأرضاه، وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر، قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة. وكان يصنف أبو عبيدة في أوائل العشرة المبشرين بالجنة، وإن ذكر في آخرهم في الحديث. لما سئلت عائشة رضي الله عنها، قيل لها: لو استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يستخلف؟ قالت: أبا بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. قيل: ثم من؟ قالت: أبا عبيدة ابن الجراح. وسئلت: من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أبو بكر.
فقيل ثم من؟ قالت عمر ثم أبو عبيدة، ثم سكتت. فأبو عبيدة هو من العظماء الذين كثير من الناس أهدروا العلم بسيرتهم وجهلوا حقيقة مآثرهم ومناقبهم، فهو من الكبار، هو من العظام الذين كثير من الناس قلت بضاعتهم في العلم بهم. فهل هذا الذي يستحقه منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهمل العلم بهم. هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما صنف صلى الله عليه وسلم الكبار من الصحابة، فقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي، وأفرضهم زيد، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فإذا صنف أبو عبيدة فإنه يصنف في الخيار وفي سرات القوم وقادتهم. أبو عبيدة لما اشتد الأذى بالناس كان ممن اشتد الأذى عليه، فهاجر مع من هاجر إلى الحبشة. ولما سمع الناس بإسلام أهل مكة، وكان هذا عبارة عن دعاية وإشاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قرأ بالنجم، والأصل في هذا الموضوع أن أحد كبار المشركين يقول يعفر محمد وجهه في التراب وأنتم شهود، لا تقدمون ولا تؤخرون، يظن أنه يستطيع أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من دعوته وعبادته. فخرج عليه الصلاة والسلام وأخذ يقرأ من كتاب الله جهرا، وكان هذا بعد خروج الناس إلى الحبشة بقليل، قرابة السنة الخامسة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقرأ بالنجم حتى إذا بلغ آيات خلعت قلوب الناس، بل خلعت قلوب المشركين، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وفي صحيح البخاري سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن، لم يستطع الناس أن يقاوموا دافع الضرورة من نفوسهم عندما سمعوا هذه الآيات التي تخلع القلوب، فهو كلام رب العالمين ليس كأي كلام. لو أن الإنسان سمع بعض الشعر ربما تزلزلت نفسه، لكن المشركين وهم أهل اللغة وبلغتهم نزل القرآن، بل بلغة قريش، فهم أعلم الناس بحقائق الكلام ومعانيه، سمعوا الكلمات اضطروا إلى أن يسجدوا، فسجدوا جميعا، حتى حينما قاموا نظر بعضهم إلى بعض، ما الذي فعلناه؟ بلغ الخبر المسلمين في الحبشة، فرجع كثير منهم، وكان ممن رجع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ومكث بمكة وهاجر إلى المدينة مع المسلمين، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد. ونحن نريد أن نتجاوز، وهنالك ما لم يصح من البطولات وغيرها من حيث الإسناد فلا نطيل بها، في بدر وفي نزول الآيات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وفي أحد ومسألة هتم أسنانه
بسبب أخذ حلقات المغفر وغير ذلك، لو صح شيء من ذلك لذكرناه، لكنه المشتهر عند أهل السير. لما خرجوا أخى بينه صلى الله عليه وسلم وبين أبي طلحة لما هاجروا إلى المدينة، وكان هذا فيه علامة، فأبو طلحة من خيار الأنصار وذو الجود فيهم، وهو وزوجه الذي نزل فيه قوله تعالى عندما تكلم عن الإيثار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن من أبرز ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظن مسلما يجهله، وهذه النقطة الوحيدة عند غالب المسلمين المعلومة عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هل قالها صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وبصيغة واحدة؟ لا. من أسباب وردت في عدة مواضع، من أسباب ذكرها أن النصارى من نصارى البحرين كانوا جادلوا في أمر المسيح عليه السلام، فأنزل الله تعالى فيه آيات: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. وهذه الدعوة إلى المباهلة، دعا أهل الصليب إلى المباهلة في أمر المسيح. هل المسيح عليه السلام إله أم أن المسيح رسول ونبي وعبد من عباد الله؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنة والمباهلة، أن يلعن كل فريق الكاذب منهم وأن يباهلوا على ذلك. وجاء العاقب والسيد من أهل البحرين، سيدهم في العلم وسيدهم في الدين، جاء العاقب والسيد فكلم كل منهما الآخر في ذلك: أنلاعنه؟ أنلاعنه؟ فقالوا: والله لا نلاعنه، فوالله لئن لاعناه ورجعنا إلى أهلينا وأموالنا لم نجد أهلا ولا مالا. يعلمون أنهم على باطل، والله لئن لاعناه ثم رجعنا إلى أهلينا وأموالنا لم نجد أهلا ولا مالا، فماذا نفعل؟ قالوا: نعطيه ما أراد. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سنعطيك ما سألتنا، ولكن ابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا غير أمين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. الحديث الصحيح، الحديث في الصحيحين وصحيح مسلم التكرار: حق أمين حق أمين. أترون هذه الكلمة جاءت هكذا؟ أليس الصحابة بالأمناء؟ بلى، لكن هذه الأمانة أمانة مميزة، أمانة خاصة، كما أن حياء عثمان وصدقه في الحياء حياء خاص، كما أن رحمة أبي بكر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة خاصة، كما أن شدة عمر رضي الله عنه وصدقه في تلك الشدة في أمر الله شدة خاصة، وإلا فكل أولئك موصوفون بتلك الصفات الحميدة. لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور، تصور الموقف، أنك واحد من الصحابة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لرجل لا نعلم من هو: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين،
فأخذ الصحابة يستشرفون، يتمناها أبو بكر، يتمناها عمر، يتمناها علي، عثمان، علي، كل الصحابة. فقال: هذا أمين هذه الأمة رضي الله عنه، وأشار إلى أبي عبيدة بن الجراح. وذهب معهم أبو عبيدة، ورجع معهم، ورجع بما معه مما حصل. فلما رآه الناس فرحوا واستبشروا، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ربما في صلاة الفجر، فتهلل عليه الصلاة والسلام مما رأى، تبسم من فرحهم لما رأوا أبا عبيدة جاء ومعه بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: أسررتم أو فرحتم بما جاء أبو عبيدة؟ علمتم أنه جاء بشيء؟ فقالوا: أجل يا رسول الله، أنتم تعلمون حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقر الذي كانوا يعيشون فيه. فقال عليه الصلاة والسلام وقد تبسم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وجاء وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا بعد أن أسلموا، يا رسول الله ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة، وبعثه معهم. وسترون، وربما لا يكفي ما سنقول، لكن لو أنك بحثت سترى أن أبا عبيدة في كل موقف هو ذو إمارة وذو قيادة وذو أمانة وذو صدق وذو عمل بالمهمات. فذهب معهم أبو عبيدة رضي الله عنه يعلمهم الإسلام، ذهب إلى اليمن وعلمهم الإسلام واستمر على ذلك. ثم احتاجت إليه الأمة في مواطن أخرى. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن من المواطن التي كان لأبي عبيدة أثر فيها، أمره صلى الله عليه وسلم على غزوة جيش الخبط أو غزوة الساحل. ما هي هذه الغزوة؟ خرج رضي الله عنه بثلاثين راكبا إلى ساحل البحر يترصدون عيرا لقريش، وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التمر، فصار يعطيهم كل يوم تمرتين أو ثلاث تمرات، فنقص التمر فصار يعطيهم في النهاية كل يوم تمرة تمرة. في اليوم الواحد المجاهد الذي يقف بالساحل تحت شدة الحر يأكل تمرة واحدة. لا أريد أن تقارن بين حالنا وحالهم، ولكن فقط قف مع حالهم وانظر وتدبر. فني التمر، ما بقي شيء يأكلونه، وأخذ بعضهم ينحر بعض الجزر الإبل، ثم نهاهم عن ذلك لأن هذا سيؤدي إلى فشل تلك المهمة. فصاروا من غير طعام، فأخرج الله إليهم دابة من البحر تسمى العنبر، وكان دابة عظيمة جدا لكنها ميتة، فاختلفوا في أمرها، ثم انتهى أمر أبي عبيدة إلى أن يأكلوا منها، فأكلوا منها نصف شهر أو شهرا كاملا وهم يأكلون من هذه الدابة.
وكانت دابة عظيمة ما اصطادوها هم، ولكنها كرامة من الله لهذا الجيش، لأبي عبيدة ومن كان معه. وكان من خبر هذه الدابة مما صح أن أبا عبيدة رفع ضلع الدابة أو ضلعها، ثم أمر راكبا طويلا أن يمر من دنيا ومن تحتها، فمر من تحت الضلع. هذا يدل على كم عظم تلك الدابة، يعني هو نوع من الحيتان كبيرة أو غير ذلك. الضلع الواحد منها لما نصبه أبو عبيدة وركب رجل طويل على جمل ثم مر من تحتها ورجعوا إلى المدينة وقالوا يا رسول الله إنا أكلنا من هذه الدابة وهي ميتة، فقال هل بقي معكم منها شيء فبعثوا إلي منها، عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي. فكان هذا من الآيات على صدقهم وصديقيتهم، وهذه كرامات ثابتة في كتاب الله. ألم يثبت للسيدة الصديقة مريم في قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان الركاب معه في ذلك 300 راكب، فتصور 300 راكب أو 300 رجل يأكلون شهرا من دابة واحدة، فكم عظم هذه الدابة. وكان أبو عبيدة مرضيا عنه لدى الصحابة أو موضع اتفاق، فهذا أبو بكر رضي الله عنه. وانظر إلى هذه المرتبة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد المجلس في بني ساعدة، أهل المدينة يريدون أن يكون عليهم خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج قادة المهاجرين أبو بكر وعمر ومعهم أبو عبيدة بن الجراح، فدخل أبو بكر والقصة فيها طول، لكن أبا بكر خطب خطبة ثم رفع يدي عمر وأبي عبيدة وقال لقد رضيت لكم هذين الرجلين، لقد رضيت لكم هذين الرجلين، فانظروا أيهما شئتم فبايعوا. أبو بكر يرضى عمر ويرضى أبا عبيدة أيهما شاء أن يبايعوا، فإن بايعوه بايع معهم. على أي شيء؟ على الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يلحد في قبره منزلة عظيمة جدا، أردت أن تتصورها، عظيمة جدا جدا. ولو أن الإنسان يعني تصور هذه القضية، يعني ليس في سياسة الناس الآن وفي حكمهم وفي، وإنما في وضع من أصعب ما يكون. المسلمون كانوا متفقين على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة واحدة، والآن تحتاج الأمة إلى رجل تتفق عليه، وأبو بكر سيختار، فمن يختار؟ مختار إلا عمر وإلا أبا عبيدة. هذا يدل على فضله وعلو شأنه. وفي عهد عمر أرسله عمر رضي الله عنه في 5 من قادة الجيوش إلى بلاد الشام، فيهم خالد بن الوليد، ثم أمرهم أنه إذا حصل قتال أن الذي يتأمر عليهم من؟ أبو عبيدة رضي الله عنه. وأول من أرسلهم أبو بكر، أول من أرسل إلى بلاد الشام أبو بكر، لكن القتال الذي ذكرنا والذي نذكر الآن حصل في عهد عمر. وكان أبو بكر استرجع خالدا من بلاد العراق إلى بلاد الشام، لكن في عهد عمر طلب عمر أن يتأمر عليهم أبو عبيدة، فكان أبو عبيدة الأمير أولا، ثم تأمر خالد، ثم صار خالد واحدا من جند أبي عبيدة، فكان يسمى أمير الأمراء. كان أبو عبيدة يسمى أمير الأمراء.
وجاج القتل، وبعثوا إلى عمر رضي الله عنه يستمدونه، فقال رضي الله عنه لهم: ما يمكن، الوقت ضيق. فقال لهم: فإني أدلكم على خير من ذلك، الله، فاستنصروه فقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل منكم عددا ونصره الله. فقاتلوا حتى نصرهم الله وأسقط إمبراطورية الروم في بلاد الشام، نصرهم الله. وكان ذلك بقيادة أبي عبيدة، وأبو عبيدة يناهز الستين، يقارب الستين، حتى قال في آخر القتال: من يراهقني؟ يعني الفارس ما زال نشاط القتال في دمه، وهو رجل كبير في السن، يقول: من يراهق، من يسابقني؟ فخرج شاب صغير وقال: أنا إن لم تغضب. فقال: نعم. فتسابق، يقول عياض راوي الحديث: فلقد رأيت غديرتيه تنقزان على ظهره من خلفه وهو على الفرس. وأذكر موقفين، وما نذكر إلا ما صح، ولو ذكر ما لم يصح لا انهمرت الدموع، لكننا لا نتكلم إلا بما صح إن شاء الله تعالى، أو ببعض ما صح. من ذلك أن عمر رضي الله عنه بعث غلاما له بصرة فيها 400 دينار إلى أبي عبيدة. 400 دينار، الدينار من الذهب الخالص، وكل دينار 4 جرامات ربع، هذا 400 دينار. فبعثها إلى أبي عبيدة وقال: أعطيه إياها، ثم تلهى في بيته وانظر ماذا يصنع. فأخذها أبو عبيدة وقال: يا جارية. فجاءت الجارية: خذي هذه 7 لبني فلان، وهذه 7 لبني فلان، وهذه 5 لبيت فلان، وهذه كذا، حتى فني ما فيها. ثم ما بقي معه شيء، فرجع وقال له، أخبره بذلك. وعندما جاء الغلام في بداية الأمر قال: وصله الله ورحمه، يقول لعمر. فقال: ولما جاء الغلام كان عمر قد جهز 400 دينار أخرى في كيس، فبعثها فقال: اذهب بها إلى معاذ، إلى معاذ بن جبل. فذهب بها إلى معاذ بن جبل، فلما أعطاه وتلهى في البيت قال: تعالى يا جارية، أعطي هذه لبني فلان، وهذه كذا، وهذه كذا، حتى ما بقي إلا ديناران. فخرجت زوجة معاذ وقالت: إنا مساكين، فأبقي لنا شيئا، فألقاها عليها. فرجع إليه قال: هذا الظن بهم، إنهم إخوة بعضهم من بعض. يعني لو يعني أجرى هذا الفحص على جميع الصحابة فإنهم ينجحون. تصور كيف يبيعون الدنيا وفي اللحظات الأخيرة. وتعلمون أبا عبيدة عندما حصل النقاش في قضية الطاعون، ترجعون أو لا ترجعون، فقال عمر: نفر من قضاء الله أو من قدر الله إلى قدره. سمع عمر رضي الله عنه بأن الطاعون وقع بعمواس، والمسلمون في شرق النهر قريبون، فخاف عمر على أبي عبيدة وجيوش المسلمين في بلاد الأردن، فبعث إليه كتابا مستعجلا أن: يا أبا عبيدة، إني في حاجة إليك شديدة، فإذا بلغك كتابي في نهار فلا تمسي حتى تركب، وإذا بلغك في ليل فلا تصبح حتى تركب إلي لحاجة، فإني إليك بحاجة شديدة. لماذا أراد عمر؟ أراد أن ينجيه من الطاعون. فقرأ الكتاب وفهم، فكتب إليه أن: يا أمير المؤمنين، لقد علمنا حاجتك، وإني لن أرغب بنفسي عن الجند، وإني أدعوك أن تحللني من عزمك. وقال له: عزمت عليك. وإني أدعوك أن تحللني من عزمك، لأنه إذا عزم عليه واستمر في العزم أمره فيه سمع وطاعة. وإني أدعوك أن تحللني من عزمك، فإني في جند من جند الله، ولا أرغب بنفسي عن أنفسهم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى. فقيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: لا، كان قد، يعني إنه موشك على ذلك. ثم إن أبا عبيدة أصيب بالطاعون بعد ذلك،
حتى استشهد بالطاعون. وبلغ الخبر المسلمين حتى غمهم ذلك، فها هو أبو عبيدة يرقد في هذه البلاد بعد أن أصاب الشهادة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي، صاحب الصدق والأمانة الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه وفي أصحابه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد وسعيد وأبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة. اللهم اجعلنا ممن يرافقهم في الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقتهم في الجنة.